بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة ليسون 1 في يونت 2 من كتاب بيت باي بيت. ولو فاتكم اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة رابعة من كتاب بيت باي بيت وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات اللي نزلت. ونبدأ على طول في حل الأسئلة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال كومبليت أكمل عبارة عن ديالوج جاي من الدرس اللي احنا أخدناه، طبعا بيبقى ناقص كلمات، بنختار الكلمة المناسبة من فوق بنكتبها في النقط. عندنا حوار بين مام وسارة وطارق، ده الكلام اللي أخدناه في الدرس. مام بتقول لسارة وطارق look at all these animals، look at all these animals يعني انظروا إلى كل هؤلاء الحيوانات that lives in our country اللي بتعيش فين؟ في بلدنا. يبقى اول كلمة هنختارها من فوق number one country يعني بلدنا. هنا في our، لما اقول our country يعني بلدنا. بعد كده سارة قالت لها look at the crocodile، look at the crocodile يعني انظروا الى التمساح. طارق قال ايه؟ huge. طبعا هنا سارة في الاول قالت ايه؟ It's huge، إنه ضخم. رد عليها طارق وقال لها huge and scary، ضخم ومخيف. يعني هو مش ضخم بس، ده ضخم ومخيف. سارة قالت إيه؟ I think، أنا أعتقد، the spider، إن العنكبوت، is scarier، is scarier يعني أنا أعتقد إن العنكبوت أكثر رعبا أو مخيف أكثر من التمساح. بعد كده المام قالت إيه؟ يعني نعم. But ولكن the spider are very helpful، ولكن العنكبوت طبعا مفيد جدا زي ما شرحنا في الدرس. They eat insects، لان طبعا احنا عارفين ان العناكب بتاكل الحشرات. Farmers like spiders، الفلاحين بيحبوا العناكب علشان العناكب بتاكل الحشرات اللي بتأذي النباتات. يبقى كده اول كلمة country، تاني كلمة crocodile، تالت كلمة scarier، آخر كلمة helpful. بعد كده بقول لي read and complete يعني اقرأ وأكمل. طبعا بناء على الصورة اللي عندنا بنكتب الكلمة، يعني دي صورة البجعة، يبقى هنكتب pelican، pelican يعني البجعة. بقول لي the pelican eats small fish يعني البجعة بتاكل السمك الصغير. بعد كده عندنا صورة الجمل، the camel is cute يعني الجمل جذاب. تاني زي قمل is cute يعني الجمل جذاب أو جميل. هنا بعد كده النسر eagle، it's an eagle يعني هو يكون نسر. بعد كده عندنا العنكبوت the spider is scary يعني العنكبوت مخيف. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول لي read and match اقرأ ووصل. طبعا number one بقول لي farmers like spiders، جملة أخدناها في الدرس. طبعا التوصيل بيعتمد على طبعا لازم نبقى عارفين فاهمين الدرس كويس جدا وعارفينه بيتكلم عن ايه، ونبقى عارفين كل المعلومات الموجودة في الدرس علشان نعرف نوصل صح. كلها جمل من الدرس اللي احنا أخدناه. لو احنا مذاكرين الدرس كويس جدا وعارفين الدرس بيتكلم عن ايه بنوصل بكل سهولة. كلها معلومات أخدناها في الدرس. farmers like spiders يعني الفلاحين يحبوا العناكب زي ما شرحنا في الدرس. The pelican eats small fish، قلنا البجعة هي اللي بتاكل السمك الصغير. Number three the snakes يعني الثعابين are dangerous، خطيرون، برضو قلنا المعلومة دي في الدرس. Number four the fennec fox يعني ثعلب الصحراء has fear، له ايه؟ له فرو. بعد كده rearrange الترتيب. الترتيب بتبقى عبارة عن جمل برضو جاي من الدرس. هنا number one I think crocodiles are scary، أنا أعتقد إن التماسيح تكون مخيفة. دايما الجملة لما بتبدأ بفاعل يبقى فاعل فعل وبعد كده باقي الجملة. يبقى أول حاجة بنرقم الفاعل وبعد كده بندور على الفعل، think فعل بمعنى يعتقد وبعد كده باقي الجملة حسب بقى المعنى للكلمات اللي عندي.
يعني بشوف المعنى بالعربي واشوف المعنى بالعربي ايه الاول لكل كلمه واكون الجمله الاول بالعربي. يعني لما اقول اي ثينك كروكودايلز ار سكيري، انا اعتقد ان التماسيح تكون مخيفه. لو انا عارفه معنى كل كلمه بالعربي هعرف ارتب بكل سهوله حسب المينج المعنى. نمبر 2 which animals are dangerous، يعني اي الحيوانات تكون خطيره. نمبر 3 كده يعتبر الجملة بدأ فاعل، فاعل غير عاقل. طيب بعد الفاعل هندور على الفعل، الفعل spiders العناكب، فين الفعل؟ eat يعني يأكله، وبعد كده insects الحشرات. يبقى أول حاجة فاعل، فعل باقي الجملة spiders eat insects. بعد كده برضو الجملة بدأ فاعل، the eagle فاعل غير عاقل، النسر the eagle، فين الفعل؟ has يعني لديه أو يمتلك has، وبعد كده اللي باقي تو وينجز. يبقى ذا ايجل هاز تو وينجز، يعني النسر له جناحين. بعد كده بقى بيجيب لي مجموعة من الكلمات، بندخل كل كلمة في جملة. يبقى بندخل كل كلمة في جملة، هنا بقول لي write five sentences using the following words، وممكن برضو ندخل كلمتين في جملة عادي، بس المهم كل الكلمات اللي عندنا ندخلها في جمل. عندنا هنا اول كلمه انيمالز عايزين ندخلها في جمله. طيب بالعربي كده احنا اول حاجه هنكون الجمله بالعربي، نقول مثلا ايه العديد من الحيوانات تعيش في بلدنا، يبقى many animals live in our country. طيب عايزه اقول مثلا التماسيح ضخمه ومخيفه، يبقى crocodiles are huge and scary. ولو قلنا crocodiles are scary فقط برضو عادي ما فيش مشكله. بعد كده عايز اقول العناكب مفيدة، يبقى spiders are helpful. يبقى كده دخلنا animals scary helpful. طيب dangerous يا ترى ايه الخطير؟ مثلا وليكن هنقول الثعابين، عايز اقول الثعابين تكون خطيرة. هنا كلمة dangerous هنقول snakes are dangerous، يعني الثعابين تكون خطيرة. بعد كده عايز ادخل كلمة important في جملة، هنقول animals are important، يعني الحيوانات تكون مهمة. تاني many animals live in our country، crocodiles are huge and scary، spiders are helpful، snakes are dangerous، animals are important. يبقى بندخل كل طبعا كل كلمة في جملة او كل كلمتين في جملة عادي، يعني على حسب بقى المعنى. بنكون الجملة الأول بالعربي، يعني بنشوف الكلمة مثلا حيوانات، بنكون الجملة على كلمة حيوانات بالعربي، بعد كده أحولها إنجليش وأحاول الجملة اللي أنا بكونها يبقى كل الكلمات اللي فيها كلمات أنا عارفاها وحفظاها نطق وسبيلنج علشان أعرف أكتب الجملة صح. يبقى أول حاجة يا حبايبي لازم نحفظ الكلمات كويس جدا، بعد ما نحفظ الكلمات بنقرأ الدرس ونفهمه ونعرف كل المعلومات الموجودة في الدرس علشان أعرف أحل كل الأسئلة اللي بتقابلني. لو قرينا الدرس كويس جدا وفهمناه بنحل بكل سهولة. وأهم حاجة حفظ الكلمات، حفظ الكلمات عليه عامل كبير جدا في حل الأسئلة. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.